صحيح مصر مش مشاركة في مونديال العرب كفريق، لكن حاضرة بروحها وبأبنائها، وده بعد ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن حكام مباراة هولندا وقطر والمقرر إقامتها بكرة ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم. تواجد حكمنا الدولي المصري محمود أبو الرجال كحكم مساعد في هذه المباراة اللي هتقام على ملعب البيت الساعة 5 مساء بكرة، بيزير تحكيم المباراة دي طاقم تحكيم افريقي بقياده الحكم الجامبي بكاري جسامه، معاه الحكم الكاميروني الفيس نوبوي حكم مساعد، وابن مصر طبعا ابو الرجال كمساعد ثاني، ماي نانج من جزر القمر، والمغربي رضوان جيد كحكم لتقنيه الفيديو، وعادل زاروق كمساعد لحكم الفيديو. طبعا منتخب قطر هيلعب المباراه دي كتحصيل حاصل بعدما ودع البطوله بشكل رسمي، متواجد في المركز الاخير دون الرصيد، فيما يحتل الإكوادور صدارة هذه المجموعة برصيد 4 نقاط، بيلي منتخب هولندا بنفس عدد النقاط، وبعدهم السنغال طبعا معاها 3 نقاط. طبعا كل التوفيق طبعا لمحمود أبو الرجال طبعا حكمنا المصري اللي هيشارك في مباراة بكرة، كل التوفيق ليه.